بعث الله سبحانه وتعالى يونس عليه السلام رسولا إلى نينوى في العراق. يقول الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين. وكان عدد سكان المدينة كبير، وكانوا يزيدون عن 100,000. قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وكانوا على الكفر يعبدون الأصنام، وظل يونس عليه السلام يدعوهم سنين وهم على كفرهم. ثم إنهم تجبروا وطغوا وهددوه بالأذى كما فعل بالأنبياء من قبله. فعندها أنذرهم مهلة 3 أيام وخرج عنهم غاضبا، لكن الله سبحانه أعطاه الإذن بأن ينذرهم 3 أيام ولم يعطه الإذن بالخروج. يقول الله سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن الله عز وجل لن يضيق عليه ويعاقبه، فقدر الله عليه العقاب وذهب إلى البحر. في هذه الأثناء بدأت علامات العذاب تظهر على نينوى، فأقبلت عليهم غيمة سوداء كبيرة، وبدأ يظهر من الغيمة شرر، ورأوا الغيمة في اليوم الأول، فعرفوا أن العذاب سيحل بهم كما توعدهم يونس عليه السلام، وكانوا يعرفون ما حدث للأقوام السابقة. فاجتمع قادتهم فقالوا: والله هذا الدمار سيصيبكم كما أصاب الأمم من قبلكم، لقد صدق يونس، ليس لكم نجاة من عذاب الله إلا أن تؤمنوا وتتوبوا. فآمنوا جميعا وأخذوا يبكون ويتبتلون ويسألون الله سبحانه وتعالى المغفرة، حتى أنهم فرقوا بين المرأة وابنها حتى يبكي الابن وتبكي المرأة، فتنزل عليهم الرحمة من الله عز وجل. 3 أيام وهم يبكون ويتبتلون ويستغفرون الله عز وجل، فرحمهم الله سبحانه وتعالى فصرف عنهم العذاب. يقول الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. أما يونس عليه السلام لا يعلم ماذا حل بقومه، فذهب إلى البحر. يقول الله تعالى: إذ أبق إلى الفلك المشحون. وكلمة أبق تطلق على العبد الهارب من سيده، فذهب إلى سفينة مملوءة بالبضائع، وأقلعت السفينة فهاج البحر بهم وأوشكوا على الغرق، فاقترحوا أن يرموا البضائع، ولكن ورغم ذلك لم تزل السفينة ثقيلة، فاقترحوا أن يرموا بعضا من الراكبين، فعمدوا إلى قرعة فيما بينهم، وكان يونس عليه السلام معهم، فخرج أول سهم باسمه، فرفضوا إلقاءه وأشفقوا عليه واقترعوا مرات كثيرة، وفي كل مرة كان يخرج اسم يونس عليه السلام في القرعة. يقول الله تعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي من المغلوبين، لأنه خسر القرعة فأسقط في أيديهم فرموه من السفينة فهدأ البحر. فالتقمه الحوت، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى الحوت ألا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما. يقول تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم، فبدأ يلوم نفسه كيف يخرج بدون إذن من الله، وبقي في بطن الحوت 40 يوما، وبدأ يسبح الله سبحانه وتعالى، فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل تجمعت عليه فلا يرى شيئا. ولما نزل به الحوت في أعماق البحر بدأ يسمع تسبيح المخلوقات، فألهمه الله التسبيح، فنجاه الله سبحانه وتعالى، فرماه الحوت على الشاطئ في منطقة لم تنبت فيها شجرة واحدة، وكان قد ذهب جلده وانكشف اللحم ولم يستطع الحركة، فظل مستلقيا. وتحدث المعجزات،
وتنبت عنده شجرة من يقطين، وقد اختاره الله عز وجل لأن أوراقه كبيرة، فكانت له ظلا وغطته حتى لا تؤذيه الريح، وكانت رائحتها تطرد الحشرات فتحميه من الأذى. ثم أرسل الله سبحانه وتعالى غزالة تضع ضرعها في فمه فيشرب، فكان هذا طعامه، وظل على هذا الحال إلى أن شفي وقام صحيحا مرة أخرى رحمة من الله سبحانه. فلما عادت إليه الصحة بعثه الله عز وجل إلى قومه مرة أخرى، فوجد أنهم قد آمنوا جميعا. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن قدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.